الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله معاشر المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في برنامجكم نظرات في آيات نظراتنا اليوم تنصرف إلى سورة الأنفال إلى الآية 29 من سورة الأنفال حيث يقول ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا إن تت اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ربنا عز وجل خاطب المؤمنين ووعدهم بوعود جميله ولكن ربط هذه الوعود بامر التقوى فالتقوى هي اساس الامر كله وهي راس الامر كله نسال الله عز وجل ان يوفقنا لتحقيق هذه المقامات ومقام التقوى هو مقام رفيع لذلك ربطه الله عز وجل كما تعلمون اخواني اخواتي عند تشريع الصيام في الآية 183 من سورة البقرة حيث يقول ربنا عز وجل, عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اذا اذا هذا هو المقام الرفيع الذي ينشده المؤمنون الصائمون الأتقياء أن يكون تقيا، أن يكونوا أتقيا لعلكم تتقون. فالتقوى إذا سبيل الفلاح، والتقوى سبيل النجاة، لذلك قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله. فإذا حقق المؤمنون هذه التقوى نشرع في بيان وعود الله سبحانه وتعالى. الوعد الاول يجعل لكم فرقانا والمراد بذلك ان الله عز وجل يجعل حجابا فاصلا بين المؤمنين الاتقياء وما يكرهون من جميع العيوب وجميع الاثام والذنوب والجرائم والمفاسد والموبقات يجعل لكم فرقانا هذا وعد الله والله لا يخلف الميعاد التقي يعيش في أمن وأمان إلى أن يودع هذه الحياة أما الغير التقي يعيش في هم وغم فهو رجل مغامر أو امرأة مغامرة لما؟ لا ندري ماذا يحصل له من أنواع الهموم والمشكلات والأزمات قد يقع في الموبقات ويرتكب الجرائم ولا يجد وقتا للإنابة ولا يجد وقتا للرجوع إلى الله تائبا أوابا أو أي في استمثين لا صوت الأنفال لا ربي تمسلي المؤمنين الناس ما ثقاذ ما ربي ربي وعدي ثن سلوعوذ الوعدة مزورو الناس ذي خدم الحجاب يارسن أكد شرهن ذي يارسن أكد وين نديري وين ندير ويني ربي أذي سبع ربي أغف الذنوب أذي سبع ربي أغف الهموم أذي سبعض ربي أغف الوفا أذى الصباح أذى الصباح ضربي كفيني يشمثن ماذا لا بذول نتساقو هذا ربي سمح فيي هذه ساعة دي دونيثيس ذي المحنة ذي المرثة ونظرة مكاثلة في مديثيس إزمرة دي وقع دي الجرائم إزمرة دي يخر إزمرة دي السخصار دي السفسد دي عمر الذنوب ثم قرانين هذيك الشم ذي خير اللهم ثم قرانين أي غر خطر يتساقو هذا ربي ويتسيدير ذي لمان ويتسيدير راه ذي لهنا نغذي ثلويف اي غر اخاطر ورسعي الايمان وريت الايمان ربي اذا سي المحنا غر ثايض سي ثلف ثر ثايض سي المرثا غر ثايض وراني خام ذي السولة غذيني من ربي سبحانه افكادنا دي يجعل لكم فرقانا وقيذ الوعد امزورو هذا وعد الله الاول والوعد الثاني ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم هذا وعد الله وهو وعد ايضا مبشر نبينا صلى الله عليه وسلم انبانا بان كل بني ادم خطأ وخير الخطائين التوابون ولكن هذا الانسان المذنب الذي اتى معصيه ربنا عز وجل تكفل بمحوها هو الذي يمحوها ويزيل آثارها وهذا وعد الله والله لا يخلف الميعاد هذا وعد آخر منحه الله عز وجل للمؤمنين الأتقياء أما الساذب بقاذ يقاذنا ربي ربي إواذثا أثني حوياك ذنوب إنسان أثني الزيزي وردي تجارة لاثر خطر مردنيني سيدي ربي يا فا المعنى أردِي لاثر أكنى المؤمن يخدم ذنوب يخدم المعصية يرس ربي سبحانه وربي دست ستسيمحو أي غر أخطر يخشم ذكيون العقد يرى صدى ربي مثلا ذي العبد التقي ذي العبد المؤمن واذا غنسي سهلة يغال سافريد آه ما كنقارن ديت قبايليت ربي عفو يغفر اي وين ظني وخر ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم خاتمة هذه الآية الكريمة تبين بأن الله عز وجل له فضل عظيم، وكون فضله عظيمًا هو قادر على استغراق واحتواء جميع الذنوب التي تصدر من الأتقياء، ففضل الله كبير يستغرقها جميعًا، كما قال ابن عطاء الله السكندري: "لا صغيرة إذا قابلك عدله، ولا كبيرة إذا قابلك فضله". لا صغيرة إذا قابلك عدله، فعدل الله يبرز هذه الصغائر، لان الله لا تخفى عليه خافيه ولو كانت مقدار ذره لا صغيره اذا قابلك عدله ولا كبيره مهما كان الذنب كبيرا فلا خوف ولا وجل ولا كبيره اذا قابلك فضله فالله عز وجل فضله عظيم والله ذو الفضل العظيم لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحب الكرام ان لا احد يدخل الجنه بعمله بعبادته باحسانه فقاله الصحب الكرام حتى انت يا رسول الله فكان جواب النبي عليه الصلاه والسلام حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل ربي سبحانه ذي من لا يعش والله ذو الفضل العظيم المعنى يس الفضل سيد يا ربي مقار إيم إمذانا خذ من المعاصي خذ من الذنوب ولكن كل شيء يغرق ذي, ذي الفضل يا ربي سمح فيي أكن فغوف ندم يخدم إذورار نسياث إذورار من المعاصي ولكن مدام الفضل يا ربي مقر أريد سواذ وميلا نخمم ذي الفضل نسيه يا ربي أنفهم بلي الرحمة يستوسع نفهم باللي الانسان حنين فلانه للديار في بوران نلعفون المغفيره للدي سنتي جير وي غادي على ربي ذو غزال اما كنيل دي في بوران من صدو غزال وي غادي على صن ربي ذو غزا اولا يساد ذي الحديث ننفي مشبيح صلى الله عليه وسلم يَرْنَثَمْ سَلْتَ النظام ربي سبحانه مريث في ندم صرح ميس الفضليس أَرَبَّ ذي فرح أذي فرح إمي أم يعصى يغلر سيدي ربي خطر يقاذيث سلخوف ربيني ربي سيفك الفضليس الفضليس ام قران اري زرعنا السيرم ذوكول بوينيثيا صان ميلان ذلا لا فيزي تسقوا ربي ذرقات صامطوط مزي مقر الى قاذيك ساغفلي ووليس خاطر الزمر في وعد ومذان بالاك نكر اسي نكس حق من بعد ديال الوقت الناس تسمي حغاره ولكن ما ضرب بقواذن هذيك الخوف سكوليس هذيك ساغفلي ووليس ربي الزان السيرم ذا قران ذو قولا ونبقى ذي في باش هذا في خاتمة عدد اليوم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم